المواكب الحاشدة التي ظل ينظمها تيار نصرة الشريعة ودولة القانون أحدثت وبحسب مراقبين حالة من الحراك في المشهد، وشكلت ضغطا على المجلس العسكري الانتقالي قبيل توصلهما لاتفاق، وعلى قوى إعلان الحرية والتغيير قبيل توصلهما لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. من جديد يعود تيار نصرة الشريعة ودولة القانون إلى واجهة المشهد بتنظيم موكب جديد وبذات العناوين القديمة الرافضة لما أسماه محاولات المجلس العسكري الانتقالي إعمال المحاصصة الحزبية بتوقيع اتفاقيات ثنائية. لا بد من إعلان إلغاء الثنائية القاتلة للشعب السوداني الآن ما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وهذا التفاهم نحن لا نعتبر ما سبق اتفاق، وكل ما رشح يبين أنه كان هناك نوع تفاهم. هذا التفاهم الآن ينبغي أن يلغى تماما، ينبغي أن نرجع إلى الشيء الصحيح. الشيء الصحيح أنه لا بد للشعب السوداني أن يشرك جميعا في حكومة التكنوقراط أو في الحكومة الانتقالية، أو أن يصير المجلس العسكري إلى انتخابات مبكرة. شعارات تيار نصرة الشريعة ودولة القانون التي نددت بمحاولة فصل الدين عن الدولة وفرض العلمانية دستورا للبلاد حذرت من المساس بالشريعة باعتبارها خطا أحمر. هذه الشريعة خط أحمر لا نقبل فيها أي شيء، والنظريات الأيديولوجية وتقوير الشيوعيين والبعثيين والله ما زادهم إلا خبال إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن إن شاء الله جاهزين بلا إله إلا الله بمحمد رسول الله، وأول ما إحنا دعينا ألا يا خير الله أركبي هذه الجموع الطيبة وهذه الجموع النيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون إن شاء الله خنجر مسموم في العلمانية واليسارية وكل الأنظمة الشمولية التي تحارب الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. التشديد على التمسك بالشريعة الإسلامية وعدم المساس بثوابت الدين إنما يؤكد انفتاح الإسلام على الآخر. والإسلام دين منفتح على كل الأديان ومتصالح مع كل الديانات ومتصالح مع كل العالم إن كانوا بالداخل أو بالخارج، لا يسيء للإسلام ولا يجعل من الإسلام دولة إرهابية. نحن لسنا بإرهابيين، نحن لسنا بغتلة، نحن لسنا بمروعين، نحن لسنا باستفزازيين. وهكذا يمضي تيار نصرة الشريعة ودولة القانون في تنفيذ برامجه القائمة على رفض ثنائية اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والمطالبة بتوسيع دائرة المشاورات لتشمل الطيف السوداني كافة بكياناته المختلفة، تأكيدا لمفاهيم الحرية والسلام والعدالة وحفاظا على استقرار الوطن والابتعاد به من الوقوع في أتون الفوضى والفتن.